تجسيدا لمفهوم المسؤولية الاجتماعية وتعزيزا لرسالة التضامن والتكافل مع المحتاجين والمنكوبين في مختلف أنحاء العالم، فبمشاعر الفخر تفاعل المغردون اليوم مع خبر مشاركة دولة الكويت في بازار دبلوماسي خيري نظمته مبرة أم الحسين في المملكة الأردنية الهاشمية، الذي خصص ريعه بالكامل لدعم مشاريع وبرامج إنسانية تأتي في مقدمتها رعاية الأطفال الأيتام، كما تداولوا صورا من افتتاح البازار وصور المنتجات التراثية والمشغولات اليدوية المتنوعة، وذلك بحضور سفير دولة الكويت في الأردن السيد عبد العزيز الديحاني والمشاركين معه.